وهاب احنا عندنا ملفات كتير الحقيقة ممكن نتكلم معاك فيها. يعني طبعا اهلاويتك المفرطة وسفرك ومتابعتك لكل اللي يعني ما هو متعلق بالنادي الاهلي ادي ملف. ملف ممارستك انت شخصيا للرياضة وبيخيالي دي برضو ممكن تبقى نقطة مهمة وملهمة لناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا. فكرة انت بتمارس الرياضة قد ايه يوميا، كم ساعة، نظامك الغذائي، يعني ايه اللي قدرت تعمله او ايه اللي عملته عشان توصل في الاخر للفورمة الحلوة دي؟ بسم الله ما شاء الله. حبيبي يا كريم، طبعا انت قلت حاجات كتير قوي. بص يعني طبعا انا انت عارف الوسط الفني، بس انا اصدقائي اكتر طبعا في الرياضة، وطبعا لعبت الكورة ولعبت النادي الاهلي طبعا اكتر، وارتباطي بالنادي الاهلي طبعا. والنادي الاهلي انا مش هقول شعارات كبيرة عن النادي الاهلي، بس حقيقي النادي الاهلي مؤسسة كبيرة ومنظومة محترمة من ايام الكابتن صالح سليم لحد طبعا الكابتن محمود الخطيب. يعني ومنظومة دايما انت عارف ايه يجي يقولك ايه النادي الاهلي خلاص اللعيبة، يعني كان في جيل بركات وعماد متعب والجيل الذهبي وبتاع، وقال لك خلاص الاهلي. احنا عندنا جيل دلوقتي اجيال بتسلم اجيال، هو ده النادي الاهلي. وكان زمان كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر ابو زيد. يعني انا فاكر وانا صغير طبعا بيبو ده واحنا اطفال كان حلم طبعا. فاحنا كنا، انا كان عندي فاكر من 5 سنين يعني، وكنا بنعيط عايز اروح اشوف بيبو في الاستاد، وكان ماتش ووالدي ساعتها اخذنا، وكان اول واخر مره اروح الاستاد من زمن. يعني طبعا رحت الاستاد بعد كده، بس انا بتكلم على عمر وزمن ان انا اروح اشوف بيبو طبعا. كابتن محمود الخطيب طبعا. فكان بالنسبه لي حلم. فطبعا انا ارتباطي اكتر بالرياضه طبعا، فمعظم حتى اللعيبه والمدربين عارفين ان انا رياضي، فارتباطي باللعيبه دعم حبك للرياضة بقى. حقيقي والرياضة كمان يعني هي بالنسبة لي دلوقتي ما بقتش مجرد لا يعني اسلوب حياة، لا هي الحياة بجد. يعني الرياضة مهمة جدا، وبالدليل دلوقتي ان خلاص يعني الثقافة الرياضية بقت منتشرة دلوقتي طبعا. يمكن كان الاول مش موجودة حتى في الوسط الفني عندنا كريم. صحيح. خلاص بقى كل النجوم دلوقتي بيمارسوا الرياضة، عايزين يبقى في ستايل والنجمات كمان يعني. فالرياضة مهمة جدا، والنظام الغذائي واسلوب الحياة كمان، وحياتنا كفنانين هي فيها طول الوقت ستريس شوية.